لسه متواصلين في صباحات سودانيه ليله حديثا عن الابداع بقى ومهندر معانا الليله كمجموعه من المبدعين وكيف ترفع معاييرك وكيف انت ما تتنازل عن معاييرك. نعم واحده من الابداعات اللي بنحبها جدا احنا على المستوى الشخصي بالنسبه لنا كبنات لا خليك قاعد يا مازن هي تصاميم بتاعت الازياء. تصاميم الأزياء واحدة من الحاجات المميزة جدا جدا واللي بقى ما شاء الله في الفترة الأخيرة اللي بقى عندها سوق في السودان. معانا أماسي الليلة منورانا ومشرفانا في صباحاتنا السودانية وهي مصممة أزياء. صباح الخير عليك يا أماسي. صباح النور عليكم. كيف أحوالك؟ تمام الحمد لله. والله تمام سعيدين بوجودك معنا. والله أنا الأسعد كمان. أو أكشلي نحن كبنات مبسوطين أنك أنت الليلة قاعدة. طيب أماسي نحن طوالي كده حنخش في لب الموضوع زي ما بقوله حنشوف جزء من التصاميم اللي انت قدمتيها. حنشوف أول عارضة معنا. أوكي كوليكشن بتاعك ده أول كوليكشن ليك ولا ده؟ لا ده ثالث كوليكشن. ده ثالث كوليكشن. أيوة كل تصميم بقى إيه ورينا تفاصيله شو ومستوحى منه. هو الكوليكشن كله بتكلم عن الأفريكان ماسك. إحنا أصلاً البراند بتاعتنا اسمها مومبا هي بس مختصة بالثقافة الأفريقية والتراث الأفريقي. طيب دي الموديل الأولى كلاريسكا هو فستان برضو فيه ماسك. حاولت إنه يكون التصميم يكون بسيط والقماش اللي أنت شغال عليه ده الدمورية. أيوة. نعم. كل القماش دمورية جميل وخفيف. انت بترسم التصميم بعد كده بتجيب القماش ده رسم ولا ده طباعه؟ ده رسم كله هاند ميد. يس كله هاند ميد. انت بترسم الرسم؟ ايوه ترسم الرسم. طيب معناه يعني الفستان بياخد معاكي زمن؟ اكيد اكيد شديد. اكيد. طيب ده اول تصميم. هنشوف التصميم اللي بعده. لكن قبل كده انا عايزاكي تتكلمي لي عن الافكار بتاعت التصاميم ذاتها. انت زي ما قال مازن بتستوحي من افكار مختلفه بتعملي منها كولكشنات. الكولكشنات اللي قبلها كانت كيف؟ الكولكشن الاول كان مشاركين كنا في مسابقه عملناه عن قبيله الامبرارو. قبيله الامبرارو ايوه. فبرضو كان عملنا الشغل من الزخارف بتاعتهم الالوان بتاعتهم. طلعنا برضو كان كولكشن فيه ملابس واكسسوارات. نشوف الكولكشن ده اسمه مومبا. لا البراند اسمها مومبا. مومبا ايوه. الكولكشن اسمه افريكان ماسك. افريكان ماسك. طيب ده الفستان الثاني بشكل ثاني. ايوه. طيب العرض حباب الفستان حاولت انه يكون مودرن اكثر في التصميم بتاعه وحتى الماسك الافريقي ما اخذ الالوان العاديه حاولت انها تكون الالوان برضو مودرن. حلوه لك الالوان دي لكن ما بتطلع يعني. لا ما بتطلع اصلا الالوان بتاعت قماش. فكرتك شنو اللي بتستعملي قماش الدموريه؟ والله اول حاجه الدموريه عندنا متوفره في السوق. صح ايوه. بعدين السودانيه. ايوه بالضبط كده. بعدين هي مريحه شديد في التصميم فيها كم خامه في عندك الخامه الخفيف في خامه تقيل وفي خامه في الوسط فمناسبه شديد للتصاميم. طيب. انا شايفه حتى ممكن التصاميم. تتسبغ يعني غير انها تتلون برسم ممكن تتسبغ. هاي ماسي شفتها ماسي برضو ما قصرت معك. تفضل. ما قصرت معك. طيب انت اهتميتي برضو بالعنصر الرجالي؟ اكيد طبعا. كويس. العارض مهتدي. برضو التصميم على احنا بنقول له داشيكي اللبس بتاع القميص بتاع الاولاد اسمه داشيكي. داشيكي دي لغه والله هو افريكان داشيكي. ايوه سواحل. طيب المهم بقى جاتك انه تصمم يعني الحاجه دي هي افريقيه بحته اللي هي فتحه ايوه من فوق والشكل بتاعه حتى يعني من ورا فيه شكل. ايوه بالضبط الظهر برضه فيه شكل. ايوه التصميم ده بيجيكم يعني انت بتشاهد الحاجات فبتطلع ولا بتقعد بس تتخيل وترسم وبعد. والله انا الثقافه الافريقيه مؤثره فيني شديد بحبها شديد. ايوه بالضبط حتى طيب. البراند بتاعنا نشوف معانا تاني ده برضه تصميم العرض التصميم مشهور بتيانا. برضه التصميم الالوان حابين انها تكون الوان من الطبيعة أكثر أو أفريكان أكثر. تصميم لكن مودرن. مودرن. أيوة. خالص لكن حلو شديد. واضح أنت في الألوان بتشكل يعني في شوفنا في ألوان
في فواد عليه أخضر بنفسجي وكده، في دي أصفر على بني. أيوة بالضبط، في تشكيلة في الألوان يعني. بالضبط كده. طيب جميل شديد التصميم يا واسي. طيب معانا آخر تصميم. دلة تخيلي الألوان اللي استخدمتيها مودرن شوية. أيوة أكتر أكتر بيه. العارض السلمة برضو الألوان مودرن أكتر من باقي الألوان، وحتى التصميم ذاته حتى التصميم مودرن. جميل لكن خالص الألوان بتاعته حلوة، أنا بحب الألوان الشديدة. تسلمي. تبع مثلا النوع الفساتين أو الملابس الجديدة المناسبات مثلا بتلبس فاشن مثلا؟ والله كأنك عارض الأزياء يعني. أنا كعرضة أزياء، أنا بالنسبة لي أنا عرضة برضو. أنا بالنسبة لي إنه يعني إحنا في السودان هنا دائما بنخصص لبس لكل حاجة، بقول لك الألوان الشاين شنو، إحنا بطبيعة زي ما بقولوا بلدنا أصلا هي سخنة، فدائما بقول لك إنه تلبس الألوان الدارك شنو، الرجال عندنا بيلبسوا دائما الألوان البني البلاك، لا احنا المفروض نلبس الالوان دائما الفرحيه، الالوان اللي ما بتجذب لنا الشمس ما بتجذب لنا السخانه، ف بحب دائما انه تكون الالوان كده يعني فاتحه فاتحه. هيل الالوان الفاتحه اكثر يعني. اكثر من الغامق لقيت لابسه اسود معليش. طيب احنا طيب هل مثلا انت الاشياء اللي تزرك انا ما خبير في الحاجات. طيب برضو واحدة من الحاجات اللي بيمشوا عليها كثير من المصممين بتاع الأزياء يا ماسي إنه يكون عندهم رسالة معينة عايزين يوجهوها من خلال تصاميم اللي هم بكتبوها. أكيد. أنت عندك رسالة معينة عايزة توجهيها من خلال التصاميم؟ أكيد طبعاً. طيب أنا هبدأ لكي من منبذات الاسم. طيب منبة هي بالسواحيلي معناها مبدع. الفكرة بتاعت البراند لما قامت إنه أصلاً إحنا عايزين كيف نطلع ثقافتنا الأفريقية كسودانيين، أول حاجة السودانية والأفريقية، ما بس في العالم العربي ولا بس في أفريقيا، لا بالعكس كمان عايزها تصل للعالم كله. طيب إحنا حاليا شغالين على الموقع بتاع البراند اللي هو مومبا براند، حيكون حيكون كله كوليكشن حيطلع، حيكون معه كيو آر، أنت حتعمل سكان للكيو آر حيوديك الموقع عشان تعرف مثلا الكوليكشن هو أصلا بيحكي عن شنو أو بيتكلم عن شنو. كل مرة حنمسك ثقافة معينة، إذا بلد معين أو حتى إذا كانت في السودان أو حتى خارج السودان في أفريقيا كلها. فدي فكرة بتاعتنا إن شاء الله عشان ننشر الثقافة الأفريقية إن شاء الله والسودانية. أكيد طبعا أكيد يا ماسي، التوفيق يعني يا ماسي والكوليكشن بتاعك جميل، وبكرة أنت برضو مشاركة في بيهانس. أكيد طبعا التصاميم بتاعتك. شادي بقى تديك البخرة. يلا تفضلي شيلي ورقة وأقريها لينا. أوكي. ليس هناك خطوة واحدة عملاقة التي حققت الإنجاز، إنما مجموعة خطوات صغيرة. شفتي كيف؟ يعني زي ما بقولوا العافية درجات. أكيد حبة طبعا حبة كوليكشن يعني. إن شاء الله. طيب طيب أنا هكذا تجيب تقدمي للناس. يا سلام عليك يا مازين. طيب نشوف حتقول شنو. يا سلام، شوف العبارة جاتني دي، فليكن هدفك بلوغ القمر حتى إن فشلت في الوصول إليه ستحد بين النجوم. ممتازة، ما تخلي طموحك القمر ممكن توصل لحاجة بعد من جديد. مش كذا؟ طيب أنا العبارة بتاعتي بيقول الإنسان الذي يتبع الجماهير سوف لن ينتهي به الأمر أبعد من الجماهير، بينما الإنسان الذي يمشي وحيدا هو الإنسان الأكثر ترجيحا لبلوغ أماكن لم يبلغها أحد قبله. يقول لك ما تمشي مع القطيع يعني. بالضبط كده، وخد طريق تاني. شكرا جزيلا لك يا أماسي، وشكرا جزيلا على لكل العارضين اللي كانوا موجودين والعارضات اللي كانوا موجودين معنا، وشكرا على التصميمات الجميله دي، انسانه موهوبه جدا. شكرا لك التوفيق، وان شاء الله بكره في بيهانس انا ومازن هنجي لازم وحنشوف باقي التصاميم اللي عاملاها انت في الكوليكشن بتاعك. مازن شكرا جزيلا لك انت اول حاجه على وجودك معي في هذه الحلقه، وان شاء الله يا رب العالمين الناس تكون استمتعت بصحبتنا واستمتعت بالمواضيع اللي احنا طرحناها، وعرفت يعني شنو رفع المعايير، وعرفت يعني شنو وصول للنجاح، وعرفت يعني شنو ما في حاجه مستحيله. اذا الزول خدت عينه على الهدف ممكن يصل للممكن والغير ممكن. حتى لو انت في طريق للهدف ده لقيتك اي عقبات عادي يعني ما تخلي معيارك يقل،
والكلام اللي قلته في الاول ده سحبته، دايما لازم نرفع معيارنا وخلي معيارك عالي وخلي طموحك عالي. ما غلط الحلم ولا غلط الطموح ولا غلط ان انت تخلي معيارك عالي، لانه ده حقك ان انت تعيش حياه كريمه وحياه سهله واللي انت دايره. طبعا لكم نهايه اسبوع سعيده، خميس وجمعه وسبت ان شاء الله، لحد ما نقابلكم في حلقه جديده من صباحات سودانيه نشا. في امان الله. في امان الله.